البنات شحال من مره كنقول لك قراي، كنقول لك ديري ديبلوم تحت منك، كنقول لك خدمي. دابا الخدمه راه ولات ما بغيتيش تخرجي للزنقه، خدمي اونلاين، ديري تحت منك شويه ديال الفلوس. راه كيجيو ظروف في الحياه كتضطرك انك تفارقي مع داك الراجل. عندي لوكا ديال واحد السيده مضطره، دابا السيد قال لها خرجي من الدار، صافي غنتفارقوا. اوكي الحمد لله في كندا هنا كاينه بزاف ديال الحوايج اللي ممكن انها ديرها، وكندا ما غتضيعهاش في حقها في هذيك الدار، وما غتضيعهاش في حقوقها في النفقه وداكشي. ولكن في هذاك لو بوين ديال ترانزيسيون ديال كيفاش غتخرجي انت من ديك الدار، ما جا مع فلوس تحت منك، ما عارفاش فين غادي تمشي تخدمي، ما عارفاش اشنو غادي ديري، ما عارفه منين غتبداي، ما عارفه منين غتسالي. وهاد الهضره حتى للرجال اللي جالسين وما باغينش يخدموا وكيسحب ليه راسه بان راه المراه، حيت كنعرف واحد السيده هي اللي خدامه والراجل ما باغيش يخدم، ولكن هي اللي خايفه من انها تاخذ خطوه. ما عليناش، ولكن راه في اي لحظه ممكن تاخذ لا ديسيزيون تقول لك اولد الناس انا ما بقيتش بغيت نبقى خدامه عليك، مادام نتايا بصحتك بعافيتك ما باغيش تخدم، انا ما بقيتش بغيت نبقى خدامه عليك. العيالات البنات راه كاينين شي بنات راه ما كتعرفش حتى لا فاكتور تخلصها، راه ما كتعرفش حتى الدار مع اش من بنك الراجل داير ليبوتيك، ما كتعرفش لا فاكتور ديال الضوء ما كتعرفش تخلصها، ما كتشوفش البراوات. جالسه مامنه مامنه لمن مامنه لمن مامنه. الانسان الامان عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كيخصك تكوني ذكيه، كيخصك تكوني دايره على راسك علاش ترجعي. عندك بلون بي، راه ديما عندك واحد ليكزيت، واحد الباب خصك تعرفي فين كاين داك الباب، كيفاش غندير نوصل ليه، ومع من غنتواصل، واشنو غندير، ويكون جيبي عامر، يكون جيبي عامر. سواء خدامه وهذاك الراجل داير لك واحد المصروف اللي هو اوبليغاتوار كيخصو يكون داير لك مصروفك، تخسري منه تخزني منه شويه اوكازو احتاجيتيه شي نهار. دابا هاد السيده مضطره انها تستحمل الراجل اللي قال لها خرجي من الدار، والمشكل بيناتهم على قبل العائله ديالته، واللي هو ما باغيش يوعى بان راه هذيك المشاكل اللي بين مراته وبين عائلته راه هما السبب فيها ماشي هي. دبر راسو شغلو هذاك هو اللي غادي يضيع، وغادي يضيعوا دوك الوليدات بيناتهم. ولكن الانسان بعض المرات كيقصح راسو وما كيبغيش يشوف الحقيقه، اون سونفو. مي دابا حنا كنهضروا على هذاك الباب ديال ليكزيت، كيفاش غديري توصلي ليه، منين غدوزي ليه. بقاو حالين فامكم، راه شحال من مره كنقول لكم راه منين يلوحك يلوحك الزمان في بحر الماج ديالو عاليه، تكوني ديجا كتعرفي تعومي، تكوني ديجا مستعده لذاك النهار، ماشي عاده تنوضي تقلبي على شكون اللي غادي يوريك، شكون اللي غادي يعتقك، فين غادي تقلبي على خدمه، فين غادي تدوري وجهك. دابا كاينه ازمه ديال الشغل، كاينه ازمه ديال شحال من حاجه، كل شيء غلا. كي غادي ديري، منين غتبداي، فين غتسالي، غتمشي لي مايزون ديال العيالات المعنفات اللي موسخين خانزي. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد، راني بلغت، وراني انا من شحال هذا وانا كنقولها لكم، راه الامان ديالك هو الله سبحانه وتعالى، وصحيحتك اجيبك. ما تعولي على ولاد، ما تعولي على عائله، ما تعولي على صحابات، ما تعولي على حتى شي حد، جيبك واشنو كتعرفي ديري وقفوزيتك. واش كتعرفي تهزي التليفون تهضري مع شي سيرفيس، واش كتعرفي انك منين تجيبي الفلوس، واش كتعرفي تخرجي، واش كتعلمي، واش ولا غير جالسه شاده ليا التليكوموند مقابله سميتو ما كديري حتى شي حاجه. هذاك النهار السيده هضرت معها قالت لك هو راجلها كيقول لها قراي وما تعوليش عليا وما ديريش، والسيده جالسه مامنه. شكون اللي قال لك انت غدا ولا بعد غدا ما بقاش هو بغى يبقى يعيش معاك؟ حر حر، حريه شخصيه، ما بقاش بغاك. سيالينا سالات 10 سنين 20 عام ما بقاش بغى، بغى يعيش حر، بغى يقلب على وحده اخرى، بغى غتبقي انت لاصقه فيه حيتاش كيجيب لك داك الطريف ديال الخبز. انا ما كنتش باغا ندير ستوريات اليوم، ولكن اضطريت نديرهم لان لو كا ديال صافي منين كتوصل بيك للعظم ما بقيتيش بغيتي تبقاي في ديك العلاقه. هو ما بقاش بغاك، كيقول لك خرجي من الدار، كيقول لك اش بغيتي تبقي مازال كديري، غتبقاي جالسه بزمنو بزمنك، عافاك الا ما خليني معاك، عافاك ما عندي فين نمشي، عافاك نو لا لا، فين هي كرامتك، فين هي كرامتك؟ ما فهمتش. وهذا لا يحرض على انني مثلا كنحرض على الطلاق ولا كنحرض على الفراق، ولا كنسمحي لي يا اختي ما نتلحش في الزنقه انا ولادي، ما نتلحش في الزنقه انا، نخلي ليه الولاد، هو ميسور وهو خدام وعنده الصالير ديالو وداكشي يتكلف، مادام فضل عائلته عليا اولا فضل عليا وحده اخرى اولا فضل عليا، عندي لو شوا، عندي فين، عندي كندير، عندي جيبي عامر، عندي ديبلومي، عندي خدمتي، نهز ولادي ما نفرطش فيهم، ما عندي حتى شي حاجه من هادشي، غنخلي ليه الولاد مضطره حتى يحكم القانون بيناتنا، وديك الساعات نديرو لا غارد بارطاجي ولا نشدهم عندي ديك الساعات منين قاد لا سيتياسيون فينونسيير ديالي. ولاني نعرف راسي الا خرجت لو وقعت في مشكل غنميل.